كلامنا يعني معانا كابتن كبير من كباتن ورموز نادي الزمالك، كابتن محمود الخواجه. كابتن محمود مساء الفل، يا استاذ مين عامل ايه؟ ازاي حضرتك؟ وحشني. الله يخليك، الحمد لله كل سنه تمام. وحضرتك طيب ورمضان وانت كريم يا طيب يا رب. حبيبي، رمضان علينا وعليكم ان شاء الله. امين يا رب. عايز اسال حضرتك بشكل عام رايك في مباراه الزمالك وفيوتشر، مباراه على شوطين، شوط في استاد السلام وشوط في استاد القاهره، من اهم مباريات هذا الموسم. طب ما فيش شك انها تبقى مباراة صعبة للفريقين. طبعا الزمالك بقى له فترة بعيد عن البطولة، عن بطولة الدوري يعني، وفي توقف كان وكده، وطبعا نفس الحكاية بالفرق التانية. فالمفروض ان الاتنين هيحترموا بعض جدا، لان فرقة فيوتشر طبعا فرقة محترمة، وطبعا نادي الزمالك طبعا الدوافع اللي عنده لازم يقول اللي عندي دوافع، عنده دوافع المفروض ان هو يبص لها كويس قوي ويستعملها كويس قوي، عشان ان هو لازم يكسب الماتش يعني. صحيح. فان شاء الله هو هيبقى ماتش صعب شويه للفرقتين، بس ان شاء الله نتمنى ان شاء الله ان الزمالك يكسب المباراه ان شاء الله. لو طبعا هو على شوطين الماتشين يعني، الماتش الاولاني لسيراميكا هناك في ملعبه، وبعدين الماتش الثاني ان شاء الله. لا، فهو فيوتشر، المفروض مودرن ان فيوتشر قصدي حضرتك، يا مودرن فيوتشر. مدرب فوتشر. طيب خليني اسال حضرتك، انه كوتش جوزيه جوميز استغل الفتره دي، كان عندنا الفتره اللي فاتت لخبطه في الفرقه، لخبطه في يبدا بمين، يلعب مباراه بسكواد ومباراه تانية يعمل خمس ست تغييرات. بالتاكيد المباراه دي لعب مباراه وديه مع زد، تعادلنا فيها 2-2، ولكن النتيجه مش مهمه، الاهم انه الراجل لا، اكيد المهم حافظ. ان هو يثبت على التشكيل بتاعه النهارده، ان هو لو في عنده ان شاء الله يكون مفيش الاصابات، تكون يعني زيزو على يعني على ما اعتقد زيزو يعني في شفاء عنده من الاصابه اللي كانت هو عنده، جاهز، جاهز وبيشارك وجاهز بالتدريبات. وان شاء الله يلعب ان شاء الله يعني. المجموعه بتاعتنا ان شاء الله يعني، لما تيجي تبص من كده عواد على المسلوسي، على حسام، على جابر، على فتوح، نص الملعب طبعا في زياد اللي هو جديد، لعيب جديد اللي جه دوت، يعني المجموعه ان شاء الله يأدوا اداء ان شاء الله متزن كده، وزي ما قلت انا ينزلوا يعرفوا هم عايزين ايه من الماتش. والراجل اكيد من كناحية بتهيئ للمباراه، هو اكيد متكلم معاهم وان ازاي واحنا ايه الهدف من المباراه وعايزين ايه من المباراه، فلازم اللعيبه تبقى عارفه عايزه ايه من المباراه، وينزلوا يأدوا الاداء اللي هو ليه بفانيله نادي الزمالك ان شاء الله.